السلام عليكم البنات. اليوم ما شاء الله غادي نديرو رشم الحنه كيف ما وعدتكم. عندنا بزاف ديال البنات طلبوا مني وان شاء الله نكسب اليوم اننا نديرو. غنديرو رشم مغربيه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. نبداو بسم الله. الحنه الا بغيتوها تبقى خصكم ما تمسش الماء نهائيا. انا حاولت نوصي السيده باش ان اليوم ما تمسش الماء ودير لها قطن ولا كومبريس. طبعا نوريكم الطريقه ملي غتكرمليها كيفاش كان تحافظ عليها، مهم بزاف. انا الحنه كتعطي اللون 24 ساعه، 48 ساعه، 72، خاصنا نحافظوا عليها مزيان مزيان مزيان. ما يمكنش لينا الحنه تبان مزيان الا غسلناها دغيا. كنتمنى ان شاء الله يكون واضح الرسم. إذا كنتم المبتدئات من الأحسن ترسموا على ورق. النصح هذا حتى هو شي يجي بحال كبير. Ça va, tu veux un petit peu plus ça va? Moi, si tu veux, on peut faire un petit peu plus jusqu'à là, à peu près. On rajoute un petit. كون واحد كبير، مويان، صغير. T'as jamais fait ça comme ça? Non, c'est la première fois. D'habitude, je te fais coup de fleur. Mm. T'aimes bien? Ah, j'aime bien. Mm, ça change. Ça change. Un an de l'humain de que. Oui, ça te serait vrai. باش ميبقاش خاوي.
من اول مره تعلمت الحنه تعلمت في اختي، ديما كنحني ليها وديما كان في الرسم في الورقه. هذا كيساعد بزاف على النقش، لانه ما كنبقاوش مره نعمرو في البرا نعمرو في البرا، هذا كنصايب بزاف. ملي كانت عندي شي خدمه كنديهم معايا في ساك، وكنبقى كل مره ملي فيه خوال واحد نجبد الثاني حسن من البرا، كنبقاو كل مره نعمرو 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 تخوا. هذه خلطتها بالزيوت الاساسيه، واللي ما بغاتش دير الزيت الاساسي اللي كانت شي وحده حامله ولا كترضع ولا وليدات صغار، قشوا الرمان واتاي حبوب يطبخوا وتخلط بهم الحنه. نديرو عريشات باش ما تبقاش تبان خاويه. نبدا بهاد الوسطانيه، نزيد لها دوك الضروس وديما دوبلو الخيط الخيط الخطه الخط. ملي بان لكم الخطرات لاصق قبل ما تبان الحنه تنضر نحيدو. سيبو هنا مثلا نديرو هنايا كيف ما قلت لكم ديما نطبلو الخط هذا مثلا نديرو فيه وحده كبيره بحال هكذا نفس الشكل هنا.
نديرو لي نفس الشكل اللي درت في الجهه الاخرى باش ما يجيش بزاف الفرق. C'est bon? Mmh. T'aimes bien? Ouais, j'aime trop. Ça fait plaisir. Tu touches pas l'eau. Non, on a le neuf qui est dans le tacht. Là, on a des idées. On a des idées. Un petit peu moins. هنا نقدر نديرو هكا دايرة بحال هكدا نعمرو هنا توا كيجي زوين. هذا في الصباع الاول اللي درناه tu veux ici quelques 10 ou tu les sens comme ça? Bah, comme ça si on fait l'autre moment. Ouais, okay. كنتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم. ها هي توم تاع مالك لي سي بلي فوالا افونسي سي انتي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ها هي سامبل. شويه ملي غتكرب نوريكم كيفاش كندير لها هذاك لي ساق فاش تحافظ عليها مزيان. شكرا البنات ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله.